للعلم، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. لماذا ذكر قوله أن تأكلوا من بيوتكم؟ ليس عليكم إثم أن تأكلوا من بيوتكم، مع أنه معلوم بداهة أن الإثم مرفوع إذا أكلتم من بيتي. قال بعض العلماء ذلك لاقترانه بغيره، فذكرت لقرن غيرها بها. ومن العلماء من قال إن المراد بقوله بيوتكم بيوتي أبنائكم، فإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فحمل بعض العلماء قوله تعالى من بيوتكم أي من بيوت أبنائكم، لأن الأبناء لم يذكروا في الآية. وفي الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى أن تأكلوا من بيوتكم المراد به بيوت أزواجكم، إذ البيت منسوب للمرأة، قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهذه ثلاثة أقوال في سبب ذكر بيوتكم مع أنها معلومة، والأكل من بيوتنا مباح أو بيوت